هذا سائل يقول: جاء إلينا داعية قبل أيام قليلة وقرر أن هناك فرقا بين السجود للصنم وإلى الصنم، فهل كلامه صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. السجود إلى الصنم احنا ما لنا إلا الظاهر، إذا سجد إلى الصنم قلنا هذا يعبد الصنم. يقول يمهم اتخذه سترة، بعضهم يقول يمكن أنه اتخذه سترة، يعني ما لقى سترة إلا الصنم، يبتعد عن هذه الأمور. نعم.